مشاهدينا الكرام، مساء الخير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الجزائر اليوم الذي يأتيكم مباشرة على الإخبارية الثالثة. اليوم برنامج الجزائر اليوم سنخصصه لولاية ميلا، حيث تتواجد هناك الزميلة أسماء بعطوش التي تستضيف ولي الولاية عبد الوهاب مولاي للحديث، وأمينة بعطوش معذرة، للوقوف على مخلفات الزلزالين اللذين ضربا ولاية ميلا أمس. للأشارة فقط أنه رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات للوزير الأول لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من هاتين الهزتين الأرضيتين. طبعا أعطي الكلمة لأمينة بعطوش. أمينة مساءك سعيد، تفضل. مساءك سعيد لك ولضيفك، تفضل. شكرا زميلتي وسيلة، ومساءك أسعد وكل الزملاء بالاستوديو المركزي. نعم، ومتابعة لوضعية التكفل بالمواطنين المتضررين من الهزة الأرضية التي شهدتها ولاية ميلا يوم أمس، ومتابعة للأمر بالتفصيل يحضر معي السيد عبد الوهاب مولاي والي ولاية ميلا. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بك سيدي. بداية وقبل البداية في مناقشة الموضوع ومتابعة هذه الوضعية، نستمع إلى تصريح وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري خلال زيارته اليوم لولاية ميلا واتخاذه للإجراءات الاستعجالية لهذه الهزة. تابعوا معنا. قالوا البارح أضرار طفيفة، قالوا هذه كامل ريحت كاملة أخويا. سيد رئيس الجمهورية بعثنا باش نشوفوا بعيننا ورانا جايين، ماشي في يدينا فارغين. بارك الله فيك. وحدة. ثانيا قل الجماعة واحد فيهم ما يتقلقوا، نضمن نشوفكم الله يبارك منضمين. شوفوا رؤساء الأحياء، حنا القرار عندنا 80 مهندس. لا لا سهل 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 ولا سهل ما سهل. يدوروا دار بدار ويدخلوا دار بدار، إن يا با سيليكسيون واحد ما يوري لهم. تدخل الاستعجال يا الرئيس. يدخلوا سيستيماتيك الاستعجال، راهو هنا راهو هنا. أنا معليش دعليش دركات 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 نتايا، احنا نشوفوا الناس المضرورين وندوروا دار بدار. الاحتياجات تاعكم رانا نوطيو فيها وحده بوحده، وماشي حنخلوكم مستحيل. الاعانات لاولادك تبدا تلحق. سيدي، لو نتحدث بلغة الأرقام، ما هي اليوم الأضرار المسجلة سواء في الممتلكات الخاصة أو العامة اليوم والتي تم إحصاؤها كتقييم أولي؟ شكرا سيدتي. بالنسبة قبل ما نخوض في الأضرار والأغر، بودي أن من هذا المنبر أن نوجه رسالة شكر لفخامة الرئيس السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هذا الاهتمام البالغ اللي يوليه للجزائر كافة للتكفل بمواطني الجزائر كما راهي، وخاصة ولاية والتزام ودولة وهذا ما يدل على أن الوفود الوزارية اللي جات لولاية ميلا ما هو إلا دليل على ذلك. بالنسبة للسكنات التي تضررت، وهذه ما هي إلا إحصائيات إلى حد الساعة، بالنسبة للفرق التقنية اللي راهي في عين المكان متواجدة من سي تي سي اللي جات من عدة ولايات ساهمت معنا. كم هو عدد هذه الفرق؟ عدد الفرق 80 مهندس اللي يغطيوا الولاية كاملة. موزعة على كم منطقة؟ موزعة على حاليا 5 مناطق والله 6. وبالأخص المناطق المتضررة بزاف. تستطيع حاليا بالنسبة للزيارات اللي قاموا بها الفرق هذه، الإحصائيات هذه عشية هذا اليوم، زاروا 275 مسكن بناية من طرف مهندسي هيئة المراقبة التقنية للبنايات، ومنها 6 بنايات تابعة للتجهيزات العمومية. الحصيلة الأولية وهي كالآتي: من هذا 275 سكن المصنفة في خانة حمراء 5، عندنا 93 بناية. المصنفة خانة برتقالي 4، عندنا 46 بناية. والمصنفة خانة برتقالي 3، 71 بناية. المصنفة خانة خضراء 2، 48 بناية. المصنفة خانة خضراء 1، 17 بناية.
وتوزيعها على حسب المواقع اللي هي عندنا كما قلنا قبل خمس مناطق أو ستة. الموقع المتضرر بزاف حاليا هو موقع الخربة، بحيث صنفت فيه المصالح التقنية هذه عندنا 66 بناية مصنفة خانة حمراء خمسة، و 27 بناية مصنفة برتقالي أربعة. فيها المصنفة البرتقالي 43، المصنفة خضراء 2 18، المصنفة خضراء 1 8. هذا بالنسبة للموقع الأول اللي متضرر بزاف اللي هو حي الخربة. الموقع الثاني اللي هو اللي تمس في 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 زلزال 17 جويلية وزادت أثر هذا في هذا الآونة، في 17 جويلية كانت عندنا فيه 28 خانة حمراء، 28 سكن خانة حمراء، اللي في اليوم إلى حد الساعة فيه 24 خانة حمراء أخرى تضاف إلى 28. والمصنفة برتقالي 4 17، المصنفة برتقالي 3 22، المصنفة خضراء 2 8. شنو نقصدوا بالمصنفة خضراء 3؟ هذا سي دي كود كلاسي، باغ اكزومبل يقول لك كلاس روج، كلاس اورانج، كلاس، هذو يعرفوهم التقنيين، معناها اللي مهدده بالانهيار او خلاص الى في خطر شديد هي الحمراء. هي الحمراء اللي ممكن اقل ضرر، اقلهم قاع هي الخضراء. هي الخضراء. بالنسبه للبلديات الاخرى، خطر عندنا بلديات وين مست الثاني بعدد قليل كيما القرار مقوقة، عندنا وحده مصنفه في الخانه الحمراء، وعندنا ثلاثة مصنفين في البرتقالي ثلاثة، وعندنا 19 مصنفين في الخضراء اثنين، واثنين مصنفين في الخضراء واحد. بالنسبة لدائرة سيدي مروان أو بلدية سيدي مروان نفس الشيء، عندنا بنايتين مصنفين في الخانة الحمراء، منهم من هذا البنايتين مطعم مدرسي. بالنسبة للخانة البرتقالي أربعة عندنا اثنين، بالنسبة للبرتقالي ثلاثة عندنا ثلاثة، بالنسبة للخضراء اثنين عندنا اثنين، الخضراء واحد عندنا خمسة. بالنسبة للبلدية واد العثمانية الحمد لله ما تضروش، عندنا في الخانة الخضراء اثنين عندنا واحد فقط. هذه ما هي إلا إحصائيات تقييم أولي، تقييم أولي والفرق راهي سير بلاس وما تخرجش من عين المكان حتى تفليها دار، لانه هذا مطلب المواطنين ورايحين سيتم احصاء كل السكنات نتاع المواطنين سكن بسكن دون استثناء إحصاء. وما آلت اليه وما اسفرت عليه نتائج التحقيق نتاع الفرق هذه هو اللي رايحين نمشيوا عليه، يطبق ويجسد والدوله واقفه والحمد لله وكثر خير الدوله. اليوم وصلتنا برقية من سيد وزير السكن وين أعطانا إعانات أولية تمثلت في سكنات. سوف نصل إلى هذا الموضوع. نبدأ أولا أهم الإجراءات الاستعجالية للتكفل بالعائلات على المدى القريب، لأنه في عائلات تبيت اليوم في الملعب، وكيفية تسوية وضعية هذه العائلات نهائيا؟ نظن هني فهمتك في خلال تدخل تاعي الأول، انه ما نقدروش نديروا اي حاجه من غير القرار تاع الخبره نتاع اهل الاختصاص. ما نقدرش التكفل الاولي الان منذ امس واليوم، التكفل الاولي مباشره بعد ما ضرب الزلزال على الساعه 7:15 كنا نصبنا خليه الازمه مباشره في على مستوى الديوان، وانطلقنا في الميدان، وفي الليل السكان اللي كانوا مضرورين خرجناهم باتوا في اماكن محترمه. اين هذه الاماكن؟ ما هي هذه الاماكن؟ الاماكن المحترمه 28 الاوائل نتاع الزلزال تاع 17 جويلية سكناهم في اوبرج الفوق في مارشو، وفي نتاع المضرين بهذا الزلزال تاع يوم الامس درناهم في استاد. تم تنصيب خيم، كم عدد الخيم؟ نصبنا حوالي الى حد الساعه 120 خيمه اللي ضمت حوالي 400 عائله الى حد الساعه، ورانا واقفين عليهم، وفي احتمال انه ممكن من على حسب تصريح السيد وزير السكن لما تنتهي
هذا الفرق المختصة من إحصاء واش كاين، أن نتدخل مباشرة اللي في الخانة الحمراء راح نعطوهم سكناتهم ويخرجوا. إذن وجود حظيرة وبرنامج سكني عاجل. والله في الحقيقة احنا راه نوتيفالنا السيد وزير السكن برنامج استعجالي راح يضم كم وحدة راح ننطلقوا في تقريبا حوالي لحد ساعة 100 وحدة سكنية بإعانة تاع الترميم بعدد معتبر بسكنات ريفية حوالي 400 سكن ريفي، وراح نشوفوا نتدخلوا حسب الإمكانيات. احنا ممكن نوصلوا في العدد اللي يكونوا في الخانة الحمراء أكثر من العدد هذا اللي راه موجود حاليا. تنقلنا شخصيا مع السيد وزير السكن، عندنا حصة سكنية معتبرة اللي كنا باش نوزعوها في آخر السنة هذه لفائدة مواطني بلدية ميلا واللي عددها 600 سكن. ارتأينا لأنه اليوم رانا أمام ظرف طارئ واستعجالي، هذو ناس ديارها مرابو، سكنات مهددة بالانهيار، رايحين نهزوهم هذو ونسكنوهم في ان بلوك ولا انيلو اللي نتاع 184. الاجال هل يمكن تحديد اجال؟ الاجال كنا تنقلنا في صبيحه هذا اليوم مع السيد وزير السكن، اين اعطى تعليمات للساده المدراء اللي تابعين القطاع نتاعو انه في خلال 15 يوم 20 يوم نكملوا اللي طرافوا اللي راهم سجلوهم على عاتقهم. كنا تدخلنا احنا فيما سبق مع لاصوني الغاز، وزاد هضر معهم السيد الوزير اليوم انه تعهد على انه في خلال 15 يوم يوصل التيار الكهربائي لهذا البلوك هذا. جميع معناها كي نشوفوا الاجراءات المتخذه من خلال هذا الاخر هذه، احتمال ان قبل شهر نحطوا هذا الناس في سكناتهم واللي بيريو هذا لي طونت هذه الامور، لانه مش ممكن انه نخلوا مواطنين في صيف كما هذا داخل ينطونت. ان شاء الله بقدره السميع العليم ان في التزام الدوله ان المواطن ما نخلوش نسكنه. سيدي ننتقل الى قطاع اخر لا يقل اهميه وهو قطاع الموارد المائيه. فولايه ميلا عاصمه للمياه، توفر مياه الشرب لسبع وست ولايات شرقيه عن طريق سد بني هارون. نستمع اولا لتصريح وزير الموارد المائيه السيد براقي ارزقي خلال اليوم زيارته ومتابعته الميدانيه للسد. الوفد الوزاري تنقل اليوم الى سد بني هارون، كانت له الفرصه ليتاكد نهائيا بان سد بني هارون في صحه جيده. راني شفتوا العرض اللي قام به مدير السد، وين شفنا الارقام تاع القياسات اللي قاموا بها التقنيين على مستوى الجهاز اللي يكون فيها السد، اللي يقوم بفحص كل تحركات السد والضغط المياه. كل الارقام كانت ارقام عاديه، يعني السد ما تاثرش نهائيا بهذا الزلزال، بالعكس تفاعل مع هذا الزلزال. وشفنا ان الارقام تاع الزلزال فيما يخص تذبذبات الاكسليراسيون كانت مقارنه بالارقام اللي استعملناها للدراسه بعيده البعد الكامل. في الدراسه استعملنا 0.2 من الجاذبيه، والارقام تاع الزلزال الاخير لهذا العنيف اللي عرفته ولايه ميلا حوالي 0.035 من الجاذبيه، يعني السد مستعد يقاوم زلزال 6 مرات اكثر عنف من هذا اللي صار في هذه المليامات. وشفتوا بلي الفرق التقنيه راهي واقفه على قدم وساق لفحص هذا السد ولمراقبته، وهذه فرصه باش نبعثوا نداء للمواطنين لإطمئنانهم بأن السد يعني مشكل حتى خاطر نهائيا مهما كانت قوة الزلزال اللي نجر على هذه النشاط الزلزالي في هذه المنطقة. وفيما يخص بعض المنشآت، يعني عرفنا بعض قنوات المياه الصالحة للشرب عرفت تعاطب، والشركات راهم واقفين عليها باش إن شاء الله في آخر اليوم في اجل يعني ما يتعداش غدا صباحا راح نعاودوا تزويد المواطنين بالمياه الصالحه للشرب بطريقه عاديه. لم يتم ولن يتم. سيدي كيف ستكون المتابعه على مستوى سد بن هارون؟ شكرا سيدتي. نظن رانا تحدثنا على السكنات وقلنا باللي فيها فرق تقنيه
اللي راهي في عين المكان تخدم. نفس الشيء بالنسبه لسد بني هارون، فيه تقنيين اللي متواجدين في عين المكان واللي واقفين عليه ليل ونهار. هذا التقنيين راهم التمسير بلاس، والبراج راهم فيه عتاد متطور ومتحكمين في الامور نتاعهم، والسد راه خالي من صحي، راه صحيح وما كان حتى اشكال عليه فيه. بالنسبه لشبكات المياه، هل الهزه اثرت وسببت بعض من انقطاعات على محتوى لمستوى شبكات التزود بهذه المياه، وهل هناك اعاده لتاهيل هذه الشبكات؟ بالنسبه للشبكات، فيه كما صرح سيد الوزير في خلال صباحه هذا اليوم، عندنا قنوات ضرت في خلال هذه الهزه هذه. الفرق راهي في عين المكان، تدخلت اصلحنا الى حد الساعه 4 اعطاب، وبقاو لنا عطبين من الغد ان شاء الله سيكون الاعطاب هذه منتهي منها 100%. ننتقل ايضا الى قطاع اخر تضرر جراء هذه الهزه، وهو قطاع الاشغال العموميه، لكن قبل هذا نستمع الى تصريح وزير الاشغال العموميه فاروق شيالي اثناء ايضا زيارته اليوم لمختلف مصالحه. قمنا بهذه الزياره حتى نطلع على ما واش صرا على مستوى الطرق والجسور، والحمد لله لاحظنا بان الجسرين العملاقين نتاع واد ديب واد الرمال ما عندهم حتى شيء، لان قامت فرقه من الخبراء بفحص ما صار في وسط الجسر نتاع واد ديب، ولاحظنا باللي ما تاثر باي حتى ما كان حتى شيء اللي يذكر على مستوى هذوك الجسرين. ثانيا على مستوى الطرق، هناك بعض الانشقاق اللي وقع على مستوى الطرق، ولكن هذا شيء بسيط جدا لان الاشغال ما تطلبش لا اموال باهظه ولا وقت طويل ل حتى نقوموا بترميم هذا الطرق. سيدي، ما هي اهميه الطريق الوطنيه رقم 27؟ شكرا سيدتي. بالنسبة لأهمية الطريق الوطني رقم 27، وهذا كان مطلب تاع الشعب، أهميته بالغة لأنه يعتبر أنه المدخل تاع ميلا، معناها لازمنا ناخذوه بعين الاعتبار، وفي خلال تصريح تاع سيد الوزير أنه تعهد أنه راح نبدوه على أساس أنه بريمير ترونش راح تكون فيه. كيف ستتابع مصالحكم والمصالح التقنية، كيف ستتابع وضعية الطرقات اليوم؟ بالنسبة لوضعية الطرقات حاليا ما كانش خطر على الطرقات حاليا بالنسبة للزلزال، ما عدا حي الخربة اللي شفتوه اللي وقع فيه انزلاقات، وهي حي معناها تهيئة حضارية داخل الحي هذا راح ناخذوه بعين الاعتبار. الفرق التقنية يديروا في الاكسبرتيز تاعهم، السيد وزير الأشغال العمومية عين اللابوراتوار اللي عاين هذا واش نقدروا ندخلوا، ومباشرة بعد الانتهاء من الخبرة هذه ننطلقوا حسب واش نصت عليه الخبرة اللي حدوها لنا الخبراء. هل تم إحصاء عدد الطرقات اليوم المتضررة جراء الهزة؟ الطرقات كما قلت لك ما عندناش طرقات ولائيه ولا بلديه ولا وطنيه اللي تاثرت من هذا، ما عدا الطرقات الحضاريه نتاع هذا الحي هذا اللي وقعت فيه انزلاقات وهذا الشيء، هذا اللي تاثر وصراو فيه ديفيسير، وهذه الامور عميقه بزاف نشوفوها مع الخبراء كي يعطونا التقرير كي واش لازمنا ندخلوا فيه ندخلوا ان شاء الله في خلال هذه الايام القليله القادمه. فيما يخص ايضا طريق 27، ايضا ستكون هناك ايضا استعجاليه لانه الطريق متداول من طرف يعني المواطنين يستعملوه يوميا. الطريق 27 كما قلت لك راني انه السيد الوزير راه تدخل اليوم، سوف يغلق، سوف يرمم. لا 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 وضعيته اليوم ما يغلقش، اغلقناه غير الفتره لانه كان مهدد ب ب ب ب حمايته اليوم، حمايه المواطن، احنا مش حمايه الطريق، احنا نحميه في حياه المواطن.
كي غلقناه على اساس ان باش نحيو لي ريسك اللي على المواطن جراء تساقط الحجاره اللي من الفوق من لما ننتهي، لانه جبنا شركه من وهران راهي كانت في عين المكان، لكن مباشره بعد ما بدا الزلزال توقفوا على الاشغال، خفنا على حياتهم حبسناهم، وحاليا غير ينطلقوا في الاشغال تاعهم نعاودوا نشوفوا الطريقه راه مطلوق، وعندنا الحلول اللي حتى اذا غلقنا عندنا الحلول كيف نديروا انديفياسيون في خلال الفتره اللي نقيو احنا هذا مكان. هل هناك جسور تاثرت؟ بالنسبه للجسور كي شفتي السيد الوزير وصرح على ان الجسور سليمه 100%، فاتنا فيها شفناها عينوها حتى من تحت ما كان والو، الجسور هي سليمه وان شاء الله تبقى سليمه الى ان شاء الله. ننتقل الى الشق التضامني اليوم والجانب التضامني اليوم والالتزام الدوله اليوم حاضر اليوم من خلال مختلف المصالح من حمايه مدنيه من مديريه التضامن من جمعيات خيريه، دورها اليوم بالنسبه للجمعيات الدور تاعها يكمن في انه تعاوننا في جمعيات الاحياء، تعاوننا في الاحياء هذه، تعاوننا في لي سيت هذو انهم يكونوا يوقفوا مع السلطه مع الدوله في توزيع هذه الاعانات اللي رايحه تجي من عن طريق ولايات اللي رايحه تتضامن معنا. الى حد الساعه كاين سطيف بعثت، كاين مسيله بعثوا مساعدات بكميات معتبره، ورايحين نتلقاو عده كميات من طرف ولايات اخرى ان شاء الله. ننتقل. وكاين رجال محسنين ثاني اللي كانوا في المستوى وقدموا لنا مساعدات وراهم في عين المكان الى حد ساعه. نتابع الان صور للمساعدات التي تقدمها اليوم مصالح الحمايه المدنيه ونتابع. والله رنا في المباشر. فور حدوث الهزة الأرضية التي سجلت بولاية ميلا صبيحة يوم الجمعة 7 أوت 2020 على الساعة 7:15 بقوة 4.9 درجة على سلم ريتشر، وبعد على بعد 2 كيلومتر جنوب شرق بلدية حمالة دائرة القرار المقوقة، سارت مصالحنا للتدخل من نزل التكفل بممتلكات والأرواح، وتم التدخل إلى المناطق المتضررة كل من الخربة العليا والخربة السفلى، وتم إنشاء مركز إيواء هنا بملعب الشهيد بالقاسم بالعيد، وكذا النقطة الرابعة وهي ميلا القادمة. تم وضع في كل منطقة من ألف باء جيم دال ضابط ووسائل تدخل، شاحنة تدخل وسيارة إسعاف، وهذا الجهاز الأمني تحت إشراف المديرية العامة للحماية المدنية. سيدي، هل تم وضع برنامج استعجالي تضامني من طرف مديرية النشاط الاجتماعي اليوم للتكفل بالمتضررين المتواجدين الآن؟ والله احنا بالنسبة للوضع الاستعجالي الحالي كما تعرفي انه في كل حالة كما هذه كاين بلان لنديكلونشيوه ديكلونشيناه، وحاليا الفرق راهي في عين المكان مباشرة. البارح ما دخلنا هذا الناس اللي مضرين إلى الآخر، جابوا لهم الإعانات المال، صحيح أنه ما قدمناش على حسب العائلات اللي كانت تدخل، كل العائلات اللي دخلت عطيناهم ما كان حتى إشكال، واللي يدخلوا كل ما زال إلى حد الساعة راهم يدخلون نعطيهم الإعانات. الخلايا هي متواجدة في عين المكان سواء تاع حماية مدنية أو تاع ضاص، هذه كلها داخلة في إطار خلايا تاع الدولة. احنا ما نقدروش نقولوا تاع فلان، خلايا تاع الدولة والدولة واقفة وإن شاء الله نغطيوا هذا الموضوع. ملتزمة. إن شاء الله. سيدي، كلمة اليوم لسكان ميلا. أنا نطلب في السكان أنهم يكونوا يصبروا معنا شوي ويكونوا متفهمين. اليوم جبنا لهم فرق خلال صبيحة اللي ضرب فيها زلزال، الفرق كانت تعاين في السكنات هذه. نطلب فيهم انهم يتعاونوا معهم
كل مواطن يدخل هذا الفرق يشوفوا السكنة عينوها واش حددت الفرق هذه اللي داروه نديروه لهم كلاصاوهم في الروج نسكنوه كلاصاوه انه يحتاج ترميم نعطوه ترميم. الدولة قائمة ومستعدة لأي كائن وصرحها سيد وزير السكن ونطلب فيهم انهم يكونوا معنا ويصابورين شوية برك وان شاء الله في القريب العاجل 20 يوم شهر نفضوا من هذه العملية نهائيا. شكرا لكم سيدي على سعة صدركم، نرجو أن نكون قد وضعناكم في صورة الحدث. نشكركم على حسن المتابعة والعودة إلى زميلتي وسيلة في الاستوديو المركزي. شكرا لك أمينة على كل هذه المعلومات التي تقدمت بها من ولاية ميلا. إذن كانت معنا أمينة بعطوش وكان معها ضيفها ولي الولاية السيد عبد الوهاب مولاي الذي قدم الحصيلة المؤقتة لما خلفه زلزالي ولاية ميلا وكان تحدث عن 95 بناية مصنفة في الخانة الحمراء وكان قد وعد أن كل هذه البنايات يمكن أن المتضررين يمكن أن يستفيدوا من السكنات بعد قبل أقل من شهر طبعا. كما قدم أيضا طمأنة على وضعية سد بن هارون وقال أن السد في من خلال مجموعة من بعثات المهندسين الذين راقبوا السد أنه في لا إذن كما قلت تحدث عن أنه في حالة جيدة جدا وأيضا تحدث عن الجانب التضامني في ولاية ميلا لمساعدة المتضررين. مشاهدينا الكرام فقرات الجزائر اليوم متواصلة، الآن الفقرة الاقتصادية لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا دائما مع فقرات الجزائر اليوم، والآن الفقرة الاقتصادية وتلتحق بنا الزميلة أسماء ترك. أسماء مساوكي سعيد. مساء الخير وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الاقتصاد. البداية ستكون من جولة وزير النقل إلى ميناء العاصمة، حيث أكد وزير النقل الأزهر هني خلال زيارته لميناء العاصمة أن القانون الجزائري يمنع منعا باتا تخزين حاويات تتضمن سلعا خطيرة، مطمئنا بعدم وجود مثل هذه السلع بجميع موانئ الجزائر. من جهة أخرى وأثناء وقوفه بمخازن الميناء أعطى الوزير تعليمات بضرورة التخلص من الصناديق التي تحتوي على مواد غذائية مختلفة بالمخزن منذ سنوات، وذلك في إطار تطبيق النصوص القانونية عن طريق إنشاء لجنة تتكفل بذلك. أكدت المفتشية الولائية للبيطرة بالوادي أكدت تلقيح أكثر من 318 رأس من الماشية ضد طاعون المشترات الصغيرة في إطار حملة التلقيح الوطنية، وهي الإجراءات التي كانت مرفوقة باستصدار قرارات تتصدرها منع تنقل رؤوس الماشية لا سيما عبر الولايات إلا إذا كانت مرفقة بشهادة من الطبيب البيطري تثبت سلامتها. هذا واتخذت المصالح البيطرية تدابير وقائية إضافية بغية تفعيل ونجاعة هذه الحملة، أبرزها إخضاع العشرات من رؤوس الأبقار إلى فحوصات بيطرية مخبرية للتأكد من عدم وجود أي مؤشرات للإصابة بهذا الوباء الخطير الذي يهدد الثروة الحيوانية. إلى ولاية تيبازا وبالتحديد قرية لاسونت بالدموس والتي تساهم في إنتاج 70% من الطماطم. من جهة أخرى أكد الفلاحون أو طالب الفلاحون من الوزارة الوصية توفير الدعم لزيادة نسبة الإنتاج. التقرير لسهام مسرسوك. هي قرية لاسونت ببلدية الدموس ولاية تيبازا،
التي تعد قطبا من الأقطاب الفلاحية بامتياز في إنتاج محصول الطماطم الموسمية والغير موسمية، حيث يسجل إنتاج الطماطم تحت الصوب 70% من إنتاج الولاية. الإنتاج يفوت 100,000 إلى 1200 قنطار في الهكتار. إنتاج وفير تقابله بعض المشاكل التي يعاني منها الفلاح كنقص مياه السقي وتسويق المنتوج. تري ما كاش اللي يديها، قعدت هكذاك ما كاش اللي يقدر يديها، باسكو ما كاش يعني نبا السومي الصوالح هذو على في لاضوند. غير تلحق الصيف كاين مشكل تاع التسويق فور كاع، ماشي غير اليوم ولا غدوه ولا كل عام، الكل عام هكذا، الكل عام كاين خطرات والله يا اللي وجدها التالي والله ما يبيعها يا ربي ولا شاف دراهم. عندنا باراج لازم لو كان يسرعوا في اقرب وقت يخدموا على يديروا لنا الفانات ونخدموها. انا ماذا بيا كي نخدم بالفانا، ما يكونش عندي لي فري بزاف. انشغال التسويق على في هذه النقطة، احنا رفعنا عدة انشغالات وطرحنا هذا المشكل على السلطات الولائية لإقامة ما يسمى بسوق جملة ليفك العزلة على هذه المنطقة. نوعية وجودة المحصول يبشر بآفاق واعدة للسوق المحلية ولما لا السوق الخارجية كمنتوج فلاحي قابل للتصدير. دوليا، أكدت السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين والعراق التزامها التام باتفاقية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفائها فيما يعرف باسم مجموعة أوبك بلس. هذا الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على إنتاج النفط عند مستوى أقل من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية والاقتصاد العالمي ككل. إلى ذلك، سجلت الصين أعلى فائض في الحساب الجاري منذ عام 2008 مع تحقيق الصادرات لمستوى أفضل. وكشفت بيانات الإدارة الصينية للنقد الأجنبي أن فائض الإنتاج بلغ 119 مليار دولار في الفترة الممتدة من أفريل وحتى شهر جوان الماضيين، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. تراجعت أسعار النفط بنحو 2% مما قلص مكاسبها الأسبوعية، وذلك على خلفية مخاوف عودة وتيرة إصابات فيروس كورونا للارتفاع، حيث جرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتا إلى 44 دولار للبرميل، وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس ب 1.7% أي إلى 41.22 دولار للبرميل الواحد. نعم مشاهدينا، في أخبار الذهب، خسر الذهب أقول أكثر من 2% موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة بعد أن أدى تدهور أوضاع جائحة كورونا إلى سلسلة أطول مكاسب أسبوعية في نحو 10 سنوات، حيث وصل سعر عقود الذهب الآجلة إلى 2036 دولارا للأوقية. إلى أسعار أهم العملات أو صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. بهذا نختم أخبار الاقتصاد، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. عودة لزميلة وسيلة وبرنامج الجزائر اليوم. شكرا أسماء على هذه الجولة الاقتصادية، وبختام الجولة الاقتصادية نصل إلى ختام فقرات الجزائر اليوم، لكن فقرات الجزائرية الثالثة متواصلة. ألقاكم بخير، إلى اللقاء.